ما في مواطن بحريني عقب هذا القانون ما بصير عليه قرض. يعني كل المواطنين الحين هدف وزارة الإسكان تمويلات، صح؟ ما عندكم الحين مدن إسكانية جديدة، فما راح يتم توزيع وحدات سكنية. اوريدي الوزارة قاعدة تنادي أهالي دوائرنا وتقول لهم يلا تعالوا خذوا شقة. وزارة الإسكان اليوم قاعدة تنادي المواطنين معالي الرئيس على أساس أن تعال خذ لك شقة، أو ترى ما في بيوت. وأكد على حتى على أن انتكاسة الملف الإسكاني أساس غياب العدالة، غياب العدالة في التوزيعات. لو كان في عدالة في التوزيعات ما وصلنا إلى هالمرحلة. اليوم تنادونهم صار لهم 20 سنة، 22 سنة أسر شارفت على 58 و60 من العمر تقول له تعال خذ قرض. يجوز يعني يصير نقول له تعال خذ لك قرض؟ من وين ليه؟ هذا الشخص مثقل بالقروض، تلاقي عنده قرض حق أولاده في الجامعة، تلاقي قروض حق سيارات إلى أولاده. هذا وين تقول له تعال خذ لك قرض؟ حتى القروض الممنوحة من وزارة الإسكان ما تتلائم أسعار العقار. وين يحصل لي عقار ب70 ألف ولا ب80 ألف؟ وين؟ ما في. يعني تعال بعد أخذ لك قرض إضافي على القرض اللي أنت فيه، يعني غصبا عنك تعال خذ قرض. وحتى القرض والأرض ليش ما زيتون القرض الممنوح مع الأرض إلى 60 ألف على الأقل، 70 ألف مع الأرض؟ وهذا الخيار أرض وقرض أنا أعتبره جدا ممتاز في مقتبل العمر للأسر، في مقتبل العمر اللي توها الحين. هذه إحنا نبغيها حق هذه الفئة. لا تطبقون هذا القانون بالأثر الرجعي على أصحاب الطلبات القديمة. أصحاب الطلبات القديمة عطوهم لبيوت. أنت تفضلت معالي سعادة الرئيس وقلت إن في الرملي في 121 بيت، وفي الشمالية، وفي كل المدن، ما أعرف لمن حاجزينهم. زعطوهم للناس يعني بحسبة بسيطة عدد. تقدرين سعادة الوزيرة أن تنهين جميع طلبات القديمة. يعني أنا الحسبة اللي عندي، كنت رئيسة لجنة الإسكان تحقيق في الإسكان، عندي موجود 8507 طلبات وحدات لوحدات إسكانية تعود ما بين 2001 و2004. هذا العدد، هذا الرقم. سنة من السنين سمو رئيس الوزراء أتاح 20 ألف وحدة سكنية لشعب البحرين كلها. وين راحت؟ وين راحت؟ بحسبة بسيطة شوفي كم وصلوا عندش، وابني ليهم البيوت. حين الأرض والقرض اللي توزعونها انتون ابنوها وانتون عطوها الناس توزيع. لا تخلون الناس يعابلون في موضوع القروض وتعال روح حق مقاولين، بتخلونهم عرضة إلى الناس بلا الاحتيال، إلى ما تدرين شنو يصير. حتى دام أن عندكم أراضي وقروض تمولون فيها الناس، انتون ابنوها وانتو بنفسكم وزعوها على الناس. ما سألت أسئلة ما حصلت إجاباتها، خلاص نسكر يعني؟ الوزيرة هاي الجواب اللي عندها قالتها يعني. يجاوبونا الحكومة، ليش أجل جايين الحكومة إذا ما بيجاوبونا؟ أعتقد الوزيرة شرحت لكن مو إذن، بس مو الشرح الوافي وما جابوا على سؤالي. خلني أتكلم بعد، إحنا عندنا في دوائرنا إحنا بنرجع دوائرنا. سعاد نابي إذا بتكلم للليل إحنا عندنا مقترحات. وأعتقد هالسؤال الوزيرة جاوبت باللي تقدر عليه، يعني ما تقدر تجاوب كل الأسئلة حاليا، على الأقل بالمجمل يعني. سؤالي بس، خذ سؤالي. ما عجبكم السؤال واجي سؤالك الوزيرة، ما عجبكم يعني. سؤالي حذفوه بعد من المضبطة، ما عندي مانع. لا لا تفضلي. سؤالي أول شيء، سعادة الوزيرة تقول إن كل التمويلات وكل الحلول هذه جاءت بالتوافق مع مجلس النواب، وإن إحنا شركاء معاكم، إحنا شركاء معاكم، وأنتم قاعدين تدشون مكاتبنا تقدمون تمويلات وكذا وكذا. ليش ما تأخذوننا إحنا كشركاء معاكم إذا تكلمنا عن العدالة في التوزيع؟ ليش جيتونا انتون في التمويلات تروجون حق تمويلاتكم عندنا في الدوائر؟ احنا ترى من ذوي الدخل المحدود اغلبها دوائرنا، ما تقدر تاخذ هالتمويلات. ليش اللي يمنع سعادة الوزيرة تتكلمين وتروجين الى الوحدات الاسكانية؟ في وحدات اسكانية. احنا خاطرنا نسمع من سعادة الوزيرة امنة الرميحي ان ترى في وحدات اسكانية وانها بتقدم وحدات اسكانية. اما موضوع التمويلات، اللي يبغي تمويلات بيجيكم، بيتصل فيكم.
معالي الرئيس، القانون ماثل أمامنا اليوم، أنا أشوف أن النص القائم أفضل بكثير من النص المستحدث الحين. يعني النص القائم لو ما غياب العدالة كان بقول لكم هذا النص أفضل نص، لأن في تتولى وزارة الإسكان إنشاء مساكن تخصصها للتوزيع على جميع المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك والتأجير، وفي حتى قروض. فالحين النص المقترح اللي حاليا تبغيه الوزارة إن أضافت إنها فقط وزارة الإسكان توفر سكن فقط لذوي الدخل المحدود. فأنا عندي مخاوف الحين، معناته إن في ناس ما راح يحصلون، يعني في تحديد حق فئات مستفيدة وفئات راح تسقط من بعد هذا القانون. فالناس بالحالي يعني المستحدث أنا ما أشوف في ضرورة حتى مبرر، ما أشوف فيه يعني ليش الحين جاينا هذا القانون. الوزيرة تقدر في أي وقت بناء على النص القائم حاليا إنها تمنح قروض والتمويلات كي ماشية، فليش جاينا هذا المقترح على أساس إنه يحد من المستفيدين؟ عندي مخاوف من هذا الشيء، وخصوصاً هذا ترى القانون جاينا من بالأصل من مجلس النواب، فما أعرف مجلس النواب أي مجلس هذا، يعني أي سنة وش كانوا يفكرون فيه؟ يعني هل هذا القانون اللي من ذيك السنة اللي الحكومة متمسكة فيه عارف إن إحنا بنوصل إلى هذا اليوم اللي ما في أراضي ولا في مدن؟